رايكم يا اولاد؟ شوفي شعراتي، ها شعراتي. كنت عند الحلاق ابو وديع، قال لي يا ابو صبحي ليش ما بتجرب تسمي شعراتك؟ قلت له بجرب شوفي ما فيها شيء، وعم صبغ لي اياهم احلى من الاول بكثير، ما احلى احلى بكثير احلى اجمل نعيمه. ساعة واحدة قبل ما يفيق أبوك من قيلولته، اتفقنا؟ أوكي. لا شوف شغلك انطلق. شوي رقم واحد بهدوء، أمسي بهدوء. شوي لو سمحت. في رقم اثنين تفضل. شوي ثلاثة خفي في طقة كعبك على الأرض يا خالو. أوه رقم أربعة. لا وطا وعليكم. شوي تفضل ارتاحي تفضل ارتاحي ما شاء الله تفضل شوي أنا ما بحكي إلا بوجود المحامي تبعي، قاعدة هي. تفضلي. شو حلوه تفضلي. بس انا بعدين يا خالو بعدين. بس ايش دورك بتحكي لما بمشي على الرصيف يا قطيع؟ وطي شو بتعرفي تشتغلي؟ بعرف بجدي وبكنس ومسح. شو؟ الله يوفقك. شو؟ الله يوفقك خلي لنا اياه. خذ رقم تليفوني. عندي رقم تليفوني؟ 561 فتحي. الله معك. اللي بعده سمية طرت الطابوش. شو؟ سمية طرت الطابوش. مثل ما قلك سمية طرت الطرموش 35 سنة
بعرف اشتغل كل شيء. بعدين وينك دارسة ريبيكا؟ شو رايك؟ منيحة ما هيك؟ شيء بيطير العقل. خذ رقم تليفونك. اعطيني رقم تليفونك. جاهز؟ تفضل. موبايل؟ فتحي. الله معه. تفضل. اللي بعده. لمين طرطور؟ طرطوس؟ طرطور. لا طرطور. يا طرطور. طرطور. شبك. معلش يا اختي معلش. شو قلتي؟ خبرتي يا طلعت؟ الى اخبر فتحي لك كان. بتعرفي بلهجتي؟ لك اختي قصدي مو لساتني عم بفكر بالموضوع. نسيت خبرهم انه جايبكم انسه. ايه يا اختي لا تخافي علي. لا بس رح اطلع عليها يعني راح اخذ واعطي معها كلمتين ثلاثه. اصحك تكوني فهمتي يا شيها. ايه هيك احسن. لا 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 تجي اختي. بعدين بعدين بس نستقر على وحده. ايه مع السلامه. انا وياك من نعبك نطلع تسفل تحت. شو شو اشرطه الشرطه اشرطه الشرطه اجت الشرطه. اوه 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 شو عاملين لي خبز بدكم؟ اوه اوه اجت الشرطه. يا قوم يا بسرعه صوت عندي يا يا بسطر. وين اجت الشرطه؟ مو شرطه بدك من الباب. انت قاعده قومي انت يا كمان شو هدول جاي؟ مو شرطه كمان الشعب بسرعه. وين كسرتوا الدنيا؟ شو بدكم؟ شو شو بسرعه 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 اوه بسرعه بس ما بدي افهم شو صار. لك شو شو صار؟ شد الباب قام طار نزل بين التختين. بين التختين؟ انا قريتها هي من اربع ايام. لك خليك بين القصرين ولا جيب محفوظ. شبك نحن مشان هيك ما حكينا مع دكتور مثل العالم والناس. بيدخلنا بسين وجيم بعدين بتوصل القصه لعند ابو بطيخ ابو عادل. ناقصنا ابو عادل نحن كمان. مثل العالم والناس خدي طريق. السلام عليك. اسف 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 مستر. انا اسف قصدي يعني بدنا دكتور يكون متخرج. انت بدك سنتين تعطي تتخرج لسه. بشوف لقلك اذا خدش ماشي الحال. اذا فكش ماشي الحال. نبيره ماشي الحال. بس غير شيء ما لك الا هي فهم. عم بقول صح ما بقى فيه والميو ما عم بيفوت فيه. لو يخرب بيتك منك ولو شو دخل هيفا هلا؟ هلا فوت شوفه بعدين نحكي. اذا صار له شيء رح احس بالذنب طول حياتي. انا السبب غلطه وندمان عليها. معجب كثير بشاني هاكي. قولي علي عليك يا حي. قولي علي عليك. قولي علي عليك. شوفي قولوا لي شو اللي صار. شو اخي؟ لا يلا فهمك عمتي بعدين بتفوتي. هذا يا عمتي. احكي لصبحي. اي انا شاي مربوط من الرعبه. هو مثل بحكي لها احسن من يحكي لها. لك لسه بتعزموا بعض على الحكي؟ لك خليتوا قلبي يفور ويغلي. جبتوني على مال وشي. اه ولا لكم بعدوا بعدوا انا بدي اروح شوفه. رح نحكي يا عمتي والله رح نحكي. هذا يا عمتو. بابا وقع. صار له شيء؟ لا 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 ما صار له شيء. هو مدري انكسر راسه مدري انكسر عصه. قولي على عصه قولي على عصه. سلامة عصي. بالاول كان لا من تمه ولا من كمه مخبي عليكي بس بعد شوي سمعناه عم يصرخ دخلكم عصي وقتها سمعنا صوته عمتي. قولي على اخته بعد قولي بدا
خليني كمل لي لسه في شيء ثاني كمان؟ يعني هو مو بس انكسر عصه، يمكن يكون صار معه خلع ولادي، لانه لما طلع من بين التختين كان عم يمشي فرشخ عمتي، هو وصغير عاطينه كل لقاحاته ولساك واقف قدامي؟ بدي اروح شوف اخي. لحظه يا عمتي، عمتي الدكتور عنده بالغرفه وهو قايل لنا انه ما في حدا يفوت لعنده. بس طمنها انه راح يحاول يرجع بابا جديد خليج خالي العلام. ما قلت لي شلون وقع؟ كان واقف وقع راح اصطيح، حتى الباروكة طارت من على راسه. طلع الدكتور. هي على قضاءه ابوك، طلع جوان كولاس عنده محروق ابنه. كثير بارك يا عمتي شكرية. عمتي الدكتور بسام دكتور العيلة. عمتي شكرية طمنا. طمني مدام، انا اللي تبين معي بالفحص السريري انه من عزم الشد ارتخى، فانتتر نتر بين التختين، وقع راسه لتحت ورجليه لفوق، ومن عزم الضربه طلع له نبيره، بس الله ستر طلعت النبيره على الصلعه تحت البيروكه، يعني عشويه كمادات مي بارده يومين ثلاثه بتفش. اما بالنسبه للخلع يلي بوركه اليمين ووركه اليسار، يعني عشويه راحه بيرجع بيمشي طبيعي بدون فرشخه. وما بخفيكم يعني من عزم الضربه اللي اجت على راسه صار يهلوس، ما عاد جمع وزاغ نظره، بس من بعد ما حطيته الابره ان شاء الله بسلمكم راسه خلنج. يا ريت راسي ولا راسك يا اخي. قلت لي كانوا كامشين الباب وبعدين فلتوا، وانت انسدحت هديك السدحه والدعبله الدعبله بين التختين. لك الله سترك الله، ندرا علي لفرق كليه نصفيحه للمساكين بالشيخ محدين. الحمد لله، الحمد والشكر لك يا ربي اللي نجيته. اتركيني مني اختي وقولي لي شو حكيت لك عن الجمعه غير اللي قلتي لي اياه، ليكون عاملين شيء منتدى بيخربوا بيتنا اختي. ايه وشو فهمتي منها كمان؟ ما فهمت شيء غير انه نعطوها ورقه وعليها رقمها قبل ما تدخل، وبعدين اجوا عدوها على الكرسي وبدوا يسالوا البنات اسئله عامه، الحلوه يمشوها والبشعه ياخذوا رقمها. وفجاه اجت مكالمه، قاموا صاروا ينادوا اجت الشرطه يا بنات، اجت الشرطه يا بنات. يعني شو كانوا عم يعملوا؟ علمي علمك. وفاطمة ما فهمت شي مثل ما قلت لك. شوف أخي لا تزعل مني، أولادك قرود بدهم واحد يضل عينه عليهم 24 ساعة. ليه ساكتين؟ يعني ما راح تعترفوا مين كان شادد الباب وهو اللي سبب بدشتي؟ شوف بابا، إذا أنت بدك يانا نحكي فنحن عم نفسد على واحد منا، أنت ما بتحبنا هيك. عبنا في السعدين بابا؟ انت سمعي، انت اللي كنت شادد الباب، لانه سمعت ربحي عم بقول فلت الباب، يعني ما كان هو ماسكه. يا لطيف على التحليل. اي نعم انا. ليش الكذب بابا؟ انا اللي كنت شاده، مشان هيك ضميري عم بيعذبني غلطة وندمان عليها. هو بقول لك اسمعي، لا بابا هو ما دخله، انا اللي قفلت الباب بالمفتاح، مشان هيك انت ما عرفت تفتحه. شوف اخي هالمره اذا بدك تسكت لهم انت انا ما رح اسكت لهم ابدا. ايوه شوي تاني كنت رحت فيها، بس الله من عنده حماك، الف حمد وشكر لك يا رب. وانتو عاملين منيحه، مشان هيك الواحد بيقول انا وانا هوني على عيونكم، بدكم تموتوا ابوكم مو؟ بس اختي بس، وينكم؟ ما بكنت تبسدوه على بعض، هي فهمناها، بس شو كنتوا عم تعملوا مع كل هالبنات برا؟ وليش قافلين علي الباب؟ شو كنتوا عم تعملوا ها؟ وليش قافلين الباب ها؟ لا تطلعوا بعض، انتوا ما خليتوني اطلع شوف، بس انا دريت. بصراحة بابا نحن نزلنا بالجريدة إعلان إنه بدنا مدبرات منزل، كنا عم نفحصهم، فاللي إجوا مدبرات منزل بس شو متعلمات ومثقفات شي بياخد. لا نحن شو قلنا لحالنا؟ يعني منشيل عن عمتي كتف على عيوننا، عم نعذبها كتير. خيرات الله حرام كل هالشي وأنا مو دريان. هيك أحسن لك ربحي. الله لا يوفقك إلهي يا محراك الشر. من هالشي طول النهار مبارح عم يتصلوا، وانت عملت حالك مريض وبطنك عم يوجعك مشان تقعد بالبيت وتعرف ترد على التليفونات، والأحلى من هيك بتبعتني على الصيدلية مشان جيب لك دواء حتى تاخد راحتك بالرد.
شوف أخي، تربية أولادك مو عاجبتني، بدك ترجع تربيهم من أول وجديد. بعدين أختي بعدين. طيب طيب اسألوني شو أنا يعني رجل كرسي بهالبيت هاند؟ أعوذ بالله يا أخي، أنت الأصل والفصل. بابا كنا بدنا نعمل لك إياها مفاجأة مشان ما تحس بروحة رمزية. نحن لما شفناك عم تدوب على روحة رمزية قلنا لازم نتصرف بسرعة مشان ما يطلعوا برا. بس لطيب نحكي، وينك فتحي؟ باعتباري هلا أنا مريض، حكيت مع عمتك مشان تدبر لك آنسة درسك بدالي، وفي عندها واحدة كانت طالبتها وهلا راح تتصل فيها. وشكلوا الباب وراكم. غلطة منيحة التخريجة أختي؟ كتير منيح، بس يا أخي لازم تعاقبهم، ما لازم تتركهم فلتانين. لك شو عاقبهم مع عاقبهم أختي؟ صاروا شباب بطولي، والمثل بيقول إذا كبر ابنك خاوي. لكان تتركهم يسمعوك ويلطشوك على روحة رمزية وفقدك إلها، إلكم كلهم عارفانين وانت لساك عم تنكوت.